الحدوتة المتعلقة بالفيديو الشهير اللي أصبح منتشر جدا، وهو متعلق بالسيدة الفاضلة ربنا يا رب يديها الصحة ويشفيها ويعافيها، اللي راحت علشان تاخد جرعة العلاج الكيماوي بتاعها. للأسف لم تتلقى هذه الجرعة، وطبقا للسيدة الفاضلة قالت، وهتشوفوا الفيديو بالمناسبة، قالت والله أنا ما رفضوا يدولي الجرعة في المستشفى ليا فندم علشان خاطر أنا فتحت الباب على الطبيبة المسؤولة، فقالت طبيب ما فيش جرعة. زي ما بقولك كده، هو في عندنا هنا روايتين وهنسمع الروايتين. أنا عايز أستأذن حضراتكم قبل أي حاجة، إحنا هنشوف الفيديو وبعدين هنرجع نكمل الكلام. جرعة؟ ثواني يا ماما لو سمحتي، يعني إيه ما فيش جرعة؟ بعد إذنك، بعد إذنك يا ماما. ليه ليه؟ مش هي اللي عندها؟ معلش هي تعبانة وبتلف من بدري. ماليش فيه، ده اللي عندي، مش هي قال لي صوتها بتكلمك. لا هي تعبانة، لو سمحتي أنا بكلمك. أنا مش عايزة أتكلم. يعني ايه تمنعي علاج كيماوي عن واحده مريضه؟ اشتكيني. اشتكيكي؟ اه روحي اشتكيني. حاضر انا هشتكيكي. اشتكيني، مفيش جرعات انا. طيب زي ما واضح في الفيديو، في الغالب انه دي بنت مدام هدى، غالبا على حسب ما انا يعني قدرت ان انا استشف، ليس الا يعني، وبتتناقش بمنتهى الهدوء. الست دي مريضه لازم تاخد الجرعه، يعني ايه تمنعي الجرعه؟ فالدكتوره سابتها ومشيت وقالت لها اشتكيني، وراحت داخله مكتبها وقفلت وراها الباب. احنا معانا مدام هدى السيد احمد فرغلي، هي صاحبه هذه الواقعه، وربنا يا رب يديك الصحه يا مدام هدى. ازيك الاول؟ اهلا وسهلا يا فندم. اولا سلامتك الف سلامه، وربنا يشفيكي ويعافيكي، وما تبقيش بتعاني من اي حاجه ابدا باذن الله. الله يسلم حضرتك. الله يخليكي. قولي لي بالظبط ايه اللي حصل؟ هي المفروض ان هي تجي الدكتوره اللي هي اصلا كتبت لي العلاج الجلسه النهارده، يعني اللي هي كانت يوم السبت. ايوه هي اللي كتبت لي العلاج دوت، وقالت لي روحي اصرفيه من الصيدليه. انا يعني قعدت ادور على الصيدليه شويه فلقيت صعوبه فيها، قالوا لي اطلعي هتلاقيها في اوضه الطوارئ، الاوضه اللي هي قاعده فيها الدكتوره. اوضه الطوارئ اللي هي في مستشفى ايه؟ مستشفى المير العام يا فندم. مستشفى الميري العام. كلية الطب اسكندرية؟ ايوه يا فندم. تمام كملي يا فندم. وبعدين رحت قالت لي الممرضة، قالت لي هتلاقيها الأوضة دي المفروض تبقى فيها أوضة الدكتورة بتاعت الطوارئ، اللي هي يعني بتغيط أي حد إيه معاه مشكلة في القسم بتاع الأورام. ماشي. فبالصدفة هي اللي كانت كاتبة لي العلاج يعني. كويس. فبعدين خبطت الباب ما استجابتش، يعني ما قالتش ادخل. فخبطت مرة تانية فما قالتش ادخل. فانا فتحت الباب عشان الحق اخلص ورقي واخد الجرعه بتاعتي، لان الدكتور كان قايل لي اسرعي فيها. ايوه. وبعدين رحت قلت لها لو سمحتي، قالت لي انت اللي خبطتي عليا وانا ما قلتلكيش ادخلي وانت دخلتي. قلت لها طب معلش انا عايزه استفسر منك بس عن حاجه، ارجوكي اسمعيني. طيب اسمعيني. رفضت الاستجابه تماما خالص وما رضتش تسمعني وكرشتني. وبعدين رحت طالعه بره وكده، في الوقت ده راحت طالعه ورايا، انت ازاي تدخلي عليا كده وكده. راحت انا لتمريض محدش يعلق لها، قالوا انا مش هتاخد الجرعه النهارده. بس فقعدت اعيط بقى، وبعدين راحت بنتي ابتدت بقى تتكلمها وتصور يعني كده. ورد فعلها اللي احنا شفناه في الفيديو ده، اللي هو روحوا اشتكوني. ايوه يا فندم روح اشتكيني بناء عشان انا خبطت وهي ما قالتليش ادخلي. هو برضو ما يجراش حاجه انك تخبطي وتفتحي الباب على طول، مش لازم. ما انا قلت لها يعني. قلت لها دي اوضه في مستشفى يا فندم، وانا من حقي ان انا انت اللي كاتبه لي العلاج، يعني قولي لي. طيب قولي لي، مش مديها هي حتى اي مش عارفاني انا يعني في ايه المشكله، طيب عشان تحلها لي. ودي مش بعاده المستشفى يعني. قسم الاورام قسم كبير وقسم حلو وامكانياته حلوه يعني، وكل شيء طبيعي فيه. بقى لي 4 سنين يا فندم ما فيش اي حاجه زي دي، التعامل هناك يعني كويس جدا. طيب مدام هدى، يعني من كلامك 4 سنين بتروحي لهم وبتاخدي العلاج وما كانش فيه اي مشاكل وبيتعاملوا معاكي حلو؟ ايوه. طيب انا في حياتي ما قابلتش يعني في ال4 سنين دول ما شفتش النموذج ده خالص، حتى الاساتذه الكبار اكني في عياده خاصه مش في مستشفى.
طيب ولما والدكتوره دي عارفاكي مش كده؟ لان هي اللي كاتبه لك العلاج. ايوه هي اللي كاتبه لي العلاج كله. هي اللي كاتبه لي في حاجه بتطلع نفق الدوله يا فندم. انا فاهم انا فاهم، لكن اللي بقصده هي عارفاكي يعني قابلتك مره قبل كده مرتين ثلاثه؟ لا هي لا يا فندم هي هي مش هتفتكرني لان المرضى كتير. هي ماشي. يعني كل مره بشوف حد شكلي يكتب لي العلاج، بس دي كانت هي اليوم ده هي اللي كاتبه لي العلاج، يعني عارفه ان انا عندي جرعه كيماوي. هي عارفه ان انا عندي جرعه ولازم اخدها النهارده لاني ده بناء على التاشير بتاع الاستاذ بتاعها. ورفضت تماما ان هي تسمح لك بتلقي الجرعه، وقالت للتمريض ما تعلقوش الدواء، تسمع ما تعلقوش الكالونه اللي ببتدي اخد بيها. اللي تاخدي بيها العلاج بتاعها اللي باخد بيها ببتدي اخد بيها العلاج، محدش يعلق الكالونه. ماشي. وبعدين هل بقى بعد كده حصل اي حاجه؟ يعني مثلا في تواصل معايا حصل؟ ايوه في تواصل معايا من المستشفى يا فندم. امتى حصل التواصل؟ في نفس اليوم ولا التواصل بعدها؟ التواصل في لا التواصل حصل. فين علاجك؟ ما جبتهوش ليه؟ قلت لهم في حصلت معايا مشكله وقعدت اعيط وانهارت. قالوا لي طب مش هينفع كمان النهارده. خلاص هي لو حتى كانت قالت لي يعني وفهمت مني وكانت قالت لي كنت انا روحت وفهمت مني. انا اول مره اقابل دكتوره ما تفهمش من مريض سرطان هو عايز ايه او معاه مشكله ايه، لان هم بيحرصوا على حاجه زي كده. هي انا مش عارفه هو ايه يعني اللي ساعتها حصل دوت، مش فاهمه تصرفها ده يعني. ومين اللي تواصل معاكي يا مدام هدى؟ من اللي بيركبوا العلاج فوق، لان العلاج ده بيتاخد مفكك وبيتركب فوق في المعمل. هم نزلوا لك يعني؟ لا يا فندم، في المواصلات بيبقى معايا رقم، بيبقى معاهم رقم تليفوني على على البتاع اللي هي التاشيره اللي انا هاخد بيها العلاج، بيبقى واخدين رقم تليفوني عشان اي حاجه تحصل. وما خدناش العلاج من يوم السبت لحد النهارده؟ لا خدت يا فندم تاني يوم على طول. طبعا رحت الساعه 10 بس لقيت تاني يوم في تعنف منها جامد، ودخلت عليا الاوضه بهستيريا. كانت شافت الفيديو وعملت الاستاند بتاع شدت الاستاند بتاع المفروض باخد بيه التيست بتاع الترجيع. شدته بايديها يعني زي اللي قال لك مين اللي عطاها لك. وبعدين او كده فانت ايه اللي انت عملتيه ده، وقعدت تزعقلي. فبعد كده تزعقلك ازاي يعني؟ ليه يعني انفعلت كده عليا انت ايه اللي عملتيه ده، وجي بقيت الدكاتره طبعا معاها عشان هي زميله يعني وكده. ايه اللي عملتيه ايه اللي عملتيه؟ هو حضرتك عملتي ايه؟ انت مالكيش دعوه يعني. اللي انت عملتيه الفيديو يعني. على الفيديو. جت قالت لك ايه اللي انت عملتيه ده على الفيديو؟ على الفيديو يا مبسوط. وجي معاها بعض زملائها يعني؟ بعض زملائها زعلانين عشانها انه عملتي كده ليه؟ كانوا بيزعقوا يعني ولا بيلوموا يعني؟ لا بيلوموا عليا. قلت لهم انا زي امكم، ولو انتوا ترضوا لامكم الاهانه. هي هنتني يوميها وما رضيتش تسمعني، وانا الدكتور مأشر لي ان انا اخد علاجي في اقرب فرصه، وكل يوم تاخير حالتي بتسوء. اكيد بعد الشر عنك يعني من اي سوء، ان شاء الله تقومي بالسلام. طيب وتلقيتي العلاج تاني يوم اللي هو كان يوم الاحد مش كده؟ يا فندم. بس بصعوبه شويه، بس هو بعد كده في حد نزل يعني من فوق يعني وكده، وخلى كل واحد مكانه. حد خلى كل واحد مكانه، حد نزل من فوق يعني من عند الرئيسه وكده، من عند مديرين المستشفى. اهتموا يعني وكده. ولا احنا مش بنعامل مرضى السرطان كده، هم فعلا ما حدش بيعامل مرضى السرطان كده ابدا. وجه كلامه على طول كده للدكتوره يعني؟ وجه لها هي الكلام. قال لها احنا بنعامل مريض سرطان كده، هم فعلا ما بيعاملوش مرضى. عمري ما شفت ثلاث اربع سنين ما شفتش حد بيعمل مع مريض سرطان كده. والله مع اي مريض يعني، المريض جاي يتلقى علاج مش جاي الكانسر يا فندم هناك يعني. في قسم كبير وقسم نجيف وفي كل الرعايه الكامله. لا يعني انا شايف المكان من الفيديو اللي بنت حضرتك مصوراه، واضح ان المكان نظيف جدا ومنظم. أيوة وكل حاجه مش مختلفين، لكن هي برضو المساله في النهايه خالص طريقه المعامله ما ينفعش تبقى كده ابدا بأي حال من الاحوال. هو ده قسم الاورام حضرتك، لو شفت كمان يعني النظافه في السراير وكده، اسم قسم نجيف ما فيهوش اي مشاكل. وفي لو يحصل اي غثيان اي حاجه بتيجي الدكتور عليك تشوف جهه التنفس، بتشوف اي حاجه يعني. ما طيب هم كويسين. ولما حد نزل من الاداره واتكلم مع الدكتوره ان ما ينفعش تبقى طريقه التعامل بالشكل ده، كان رد فعلها ايه؟
هي مشيت بقى ما شفتهاش، بس بعتت لي حد بقى من عندها و... والمفروض ان في حد يعني لما بيبقى في حد يعني هيبقى محجوز او واخد تيست ما, في... ما يطلعش مكان يعني لانه بيبقى تعبان، فبيقولوا للمرافق بتاعه فين المرافق بتاع مدام هدى او كده، فالمرافق ده مفروض ان هو ايه يروح طالع يشوف اي ورق عايز يخلص اي حاجه ما ياخدوش العيان. ايوه فاليوم ده راح اليوم ده اللي انا خدت فيه الجرعه والدكتور خدني انا، انت جبتي علاجك ولا هتروحي تجيبي على نفقتك؟ قلت له لا يا فندم انا جبته من الصيدليه والعلاج جوه بيتحضر. طيب فين علاجك ده؟ قلت له علاجي فوق. طب يلا تعالي معايا عشان اشوف انت هتشيلي مين وتروحي معاه ليه؟ مش المفروض انت واخده جرعه كيماوي المفروض تستريحي. ما المفروض المرافق اللي بيجي يا فندم هو اخدني انا، وكان زوجي هو اللي كان قاعد معايا بس رفض ان هو اللي يطلع وطلعني انا. وبعدين لما لقيته خد الباب وقفله عليه هو والدكتوره ومش فاهمه ايه السبب راح اغمى علي كمان. يا فندم اغمى عليا، وفي دكتور تاني هو اللي قال لي وقفر ليه كده على الباب الاول، في حاجه معاكي في مشكله، لاني شافني هو انا معلقه كالونة في ايدي، يعني انا عندي استعداد خلاص ما بيطلعوش مريض فوق هو معلق كالونة. طبعا انت ايه اللي جابك هنا؟ فقلت له الدكتور جوه بالظر ان هو مش عايز ناخد الجرعه كمان النهارده، فلما لقيت نفسي كمان ان انا ممكن يحصل حاجه وما اخدهاش النهارده فما حسيتش بنفسي وزعلت ورحنا اغمى عليا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مين اللي جالك بقى وقال لك طب تعالي معانا؟ ده دكتور ولا حد من الإداريين ولا إيه؟ لا ده دكتور يا فندم. طبيب. أه غريبة جدا يعني. لا الإداريين كويسين، تعاملهم كويسين. غريبة جدا. والتمريض جداً. كويسين، والدكاترة والله الأساتذة كمان كويسين والله. أمال إيه اللي حصل ده يعني؟ هو نضيف القسم هناك والدكاترة كويسين، أقسم بالله كويسين. والله أنت أميرة الأمر يا مدام هدى. طب قولي لي مدام هدى، انت كتبتي شكوى قدمتي شكوى في اللي حصل ده ولا لا؟ صراحه لا، انا انسانه مش عايزه مشاكل وعايزه اخد الجرعتين اللي فاضلين لي بسلام، هم فاضلين لي من رحله علاج 4 سنين هم فاضلين لي جرعتين عندهم وبس. وبعدين بس كده عشان ربنا ربنا يتم شفاكي ده على خير باذن الله يا رب. ما ده لا يعني باذن الله بنطلب ده من ربنا، لكن اولا هو حقك 100% انك تقدمي الشكوى. وخليني اقول لك انه انا متفهم لما بتقولي لي انا مش عايزه مشاكل، بس هو ما حدش يقدر يدوس لك على طرف. ربنا يخليك يا فندم. لا انا بتكلم بامانه، احنا كلنا في حمى ربنا يعني، بس احنا كمان بنتكلم على انه دي دوله ودي مؤسسات طبعا. ودي قوانين وده حقك يعني، هو ما فيش حد بيتفضل عليكي بشيء، ده حقك 100%. فمفيش حد يقدر يعمل لك مشاكل طالما انت حضرتك جايه تتلقي العلاج وبتطالبي بحقك بمنتهى الهدوء وما بتغلطيش في حد وما عملتيش حاجه غلط. هم كويسين والله يا فندم، والله يا فندم الاساتذه اللي هناك كبار بيقعدوني اكني عياده خاصه، اقسم لك بالله بخش زي ما اكون اكني رايحه عياده خاصه مش مستشفى. وده 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 بالمناسبه اللي حضرتك بتقوليه ده معناه انك يعني سيده فاضله، مش بتاعه مشاكل، مش بتاعه هوسه، مش داخله عايزه تزعق يعني. ده انت عاده عماله بتشكري فيهم، بتشكري فيهم يعني. انا منهكه تماما المرض، هنأكل 4 سنين وثلاث عمليات استئصال. ربنا يا رب يقومك بصحه وبسلامه. وفي بعد العلاج دوت يعني اخد الجرعتين دول وبعد كده استكمل علاج تاني بقى برشام وكده. وبعد كده ما حصلش عليه. لكن ما حصلش اتصال بيكي مثلا من؟ لا اتصلوا يا فندم. مين بقى اللي اتصل؟ جهه التحقيق كده، بس انا النهارده والله واخده بقالي 3 ايام وعماله ارجع وكده ومش قادره. الف سلامه الف سلامه. فان انا مش قادره اروح المستشفى وهم عايزيني في جهه ومش قادره والله. برضه ازاي يعني؟ فاعتذرت لهم يعني، كنت كويسه امبارح شويه بس النهارده تعبانه خالص من الترجيع وكده، العلاج ابتدى بقى يخلص وكده، بعد 3 ايام العلاج بتاع الترجيع ما باخدوش. فببتدي بقى غثيان كده. ليه ما بتاخديش علاج الترجيع طيب؟ هما بيبقوا بيدوني حاجه كده 3 برشامات وبيدوني علاج تاني للمعده ولما بتوجعني، وبيدوني حاجات كده يعني ان انا اخدها يعني التزم بيهم كام يوم بس. يعني هو محددين بعد كده يخلوا كل شيء طبيعي. عدد ايام معينه. يا فندم. طيب ربنا يديك الصحه مدام هدى وتقومي بالف سلامه، واحنا هنتابع القصه كلها لحد ما نشوف الحل في ده ايه والتحقيق وصل لفين. شكرا جدا ليكي مدام هدى السيد احمد فرغالي مريضتنا. طيب